قدمت البعثة الطبية المصرية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام خدماتها العلاجية والوقائية لأكثر من 25 ألف حاج منذ بدء رحلاتهم المقدسة وحتى الآن. وأوضحت البعثة الطبية أن عدد الموجودين بالمستشفيات السعودية 32 حاجا مصريا فقط، منهم 20 بالعناية المركزة يتلقون العلاج اللازم لهم وحالتهم مستقرة. في ظل تواجد ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة بعد أدائهم الفريضة بأماكن إقامتهم، تتواجد عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للحجاج المصريين على مدار الساعة لتوفير أجواء روحانية لتلك الرحلة المقدسة. استنفر البعثة الطبية أطقمها الطبية لمرافقة الحجاج في كل مكان هم موجودين فيه. احنا بلغ عدد المترددين حتى الآن على العيادات الخارجية من الحجاج المصريين 25 ألف مستفيد، موجود في المستشفيات السعودية حاليا 32 حالة بيتم متابعتهم على مدار الساعة من فريق طبي من البعثة الطبية مرتين يوميا، وبلغ عدد حالات الغسيل الكلوي 8 حالات. الحجاج المصريين اللي استفادوا من جلسات التوعية من فرق الطب الوقائي بلغ حتى الآن 39 ألف حاج لتوعية الحجاج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية. معظم الحالات اللي جت بعد أداء مناسك الحج كانت معظمها نزلات برد واحتقان بالزور وتكسير بالعضلات وألم بالعضلات. الحمد لله الأدوية متوفرة والأطباء بيقوموا بالخدمات على أكمل وجه وتقديم الخدمة للحجاج على مدار الساعة. احنا مستمرين مع الحجاج إن شاء الله إلى أن يغادر آخر حاج مكة المكرمة بإذن الله. كانت الأدوية متوفرة، أدوية نزلات البرد الشائعة في نزلات البرد الشائعة دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها، سواء من أدوية خوافض حرارة أو مضادات حيوية أو مسكنات آلام، كل الأدوية متوفرة. 39 ألف حاج تم توعيتهم من خلال أكثر من 1300 ندوة توعوية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ومنع انتشارها منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى الآن. احنا عندنا محورين دلوقتي، المحور الاول هو متابعه الاجهاد الحراري وارتفاع درجه الحراره اللي موجوده هنا في المملكه، فاحنا شغالين مع الناس طبقا للتوصيه اللي موجوده من وزاره الحج والعمره هنا والبعثه الطبيه المصريه ان احنا الناس تصلي في المساجد القريبه من الحرم، مش لازم تعمل على نفسها مجهود وتروح الحرم وتصلي في الشمس لان ده بيعرضها لضربات الشمس والاجهاد الحراري، واحنا في غنى عن الكلام ده. عندنا في استبيان في الحجر الصحي في المطار للحجاج القادمين، بنشوف ايه اللي مروا بيه من اعراض او اذا مر بيهم اي امراض معدية أو أعراض مرت عليهم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة العلاجية التي قدمت لهم سائلين الله القبول. فصوتي راح والكحة وكده، فجيت للدكتورة، الدكتورة كشفت عليا تمام زي الفل، والصيدلي اداني العلاج زي الفل والأمور زي الفل الحمد لله. جيت كشفت، كنت تعبانة في صدري، جيت كشفت كشفولي وادوني الروشتة وكتبوا لي العلاج. يعني جابوني هنا ناخد جلسة أكسجين والحمد لله احسن. يعني من جيت هنا الدواء اتغير والعادي عايز علاج تاني نوع تاني جابوه لي، معامله جيده جدا، ناس كويسه يعني، واستقبال كويس ومعامله كويسه يعني صراحه، ربنا يبارك فيهم جميعا. جهود مضنيه تبذلها الكوادر الطبيه بمكه المكرمه والمدينه المنوره لتوفير خدمات علاجيه ووقائيه تصل لمستوى الرقي لضيوف الرحمن اينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.